أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية النعمة والسلام والفرح في شخص ربنا يسوع المسيح. عندي سؤال مهم لكل واحد، هل أنت مظلوم؟ تعرفوا الإحساس بالظلم دايما صعب جدا، سواء ظلم سياسي من القهر والاستعباد والذل والعبودية، أو سواء يعني بغض النظر سواء سياسي أو اجتماعي، وأحيانا بيكون ديني، يعني الضغط الديني بسبب ظلم للناس. لكن كتير ناس مظلومة في الأسرة، مظلومة من أشخاص، مظلومة من حد قريب إلها، والإحساس بالظلم دايما خطأ. كتير ناس مثلا عنده أملاك معينة شخص بيسطي عليها، ولا سيما في العيلة ظلم، وبتشوف الظلم في كل مكان، والظلم معبي الأرض كلها. لكن أنا عاوز أشجعك اليوم إنه الله مع المظلومين، الله بيتحنن على كل شخص بمر في هذه الظروف الصعبة. خلينا أقرأ آية من سفر إشعياء إصحاح 54 وآية 17، مكتوب: كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. هذا هو ميراث عبيد الرب، وبرهم من عندي، يقول الرب. وفي المزامير مكتوب: لأنه يخرج مثل النور برك، وحقك مثل الظهيرة. وبتعرفوا في آية حلوة في إشعياء إصحاح 49 مكتوب: لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. فوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهما. الله شايف كل شيء، وشايف إنه إذا وصلنا لوضع مش عم نقدر نأخذ قرار وعم نمر في ظروف صعبة جدا، ارفع عينيك كما فعل قديما الملك يهوشافاط قائلا: لسنا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا. مظلومين من الناس، مظلوم في العمل، مظلوم في الكنيسة، مظلوم في الشارع، مظلوم في الدين، مظلوم في السياسة، مظلوم في كل مكان عم تشعر إحساس القهر والظلمة. الرب عارف أحوالك وعارف كل داخلياتك. عاوز أشجعك اليوم إنه أنت غالي وثمين على قلب الرب. يقول الكتاب: إذ صرت عزيزا في عيني وأنا قد أحببتك، أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك. عم توصل لوضع حتى مش عم تقدر تأخذ القرار في حياتك بسبب الظلم، إحساس صعب جدا. لكن مثل ما قرأنا من وعود الرب: كل آلة صورت ضدك لا تنجح، لأنه يخرج مثل النور برك، وحقك مثل الظهيرة. شو رأيك اليوم تتمسك بهذه الآية إذا عندك هذا الإحساس بالظلم، ولا سيما الناس اللي عايشة تحت القهر السياسي، ما عندهم الحرية، مش عم بيتحركوا بحرية، عم بيشعروا بقهر بسبب يمكن أرضك اتخذت، أو بيتك أو أملاكك، أو حد ظلمك. وإذا من ناحية دينية مش عم بيكون لك الفرص النجاح، لأنه في عنصرية وفي ظلم ضدك. وحتى في الأسرة سواء زوج أو زوجة عم بتحس في الظلم، انه بسبب انه الشخص عم بمارس كل انواع الضغوطات، وانت عم تتحمل مظلوم. الرب شايف والرب عارف، يخرج مثل النور برك، وحقك مثل الظهيرة. انا بصلي اليوم في اسم الرب يسوع المسيح، كل شخص عنده هذا الاحساس سواء في الزواج، سواء في الاسرة، سواء في الدين، سواء في السياسي، سواء في المجتمع، عندك هذا الإحساس، ورث بتاعتك، أملاكك أخذت من أقرب الناس من عيلتك بسبب الطمع
وبسبب حب المال الرب يعوض والرب يباركك. لكن أنا عاوز أقول في العدالة العليا، في عدالة السماء، أوعك تخاف، الله رح يفتقد، الله فعلا رح يفتقدك ورح يعوضك ورح يباركك. والشخص اللي عم بيظلمك في يوم، وهذا اليوم رح يجي، والله مكتوب عنه لي الانتقام لي الجزاء يقول للرب. اترك الموضوع للرب، لكن انت صلي حتى الله يطلعك من هالورطة ويبارك حياتك. بصلي انه اليوم الرب يفك كل ظلم عنك وتعيش بالحرية الكاملة والفرح الكامل والسلام الكامل في اسم الرب يسوع المسيح. شارك هذا الفيديو حتى تكون بركة لشخص آخر. الرب يباركك.